أخبار اليوم. مشوار العلامات اللي احنا بدأنا فيه كان تقريبا من 50 سنة، يعني نص قرن، سنة 73 ساعة ما كانت الإعلانات زمان موجودة في الجرايد، واللي خد نظري الحقيقة هو إعلان كان عامل الفول وصاحبه كان بيقول، أول إعلان شفته في حياتي كان إن خلص الفول أنا مش مسؤول، وهو ده اللي أدخلني في مجال الإعلان. كان تاني مرة برضه ساعة ما شفت صفحة بيضة في جريدة الأهرام، وكان صاحبها وكاتبها بيقول لقد وصلت بالنابلس شاهد. مشوار الإعلام الحقيقة هو في طبعا الفن، وأنا مش هنا مش جاي إن أنا أشرح ما هو الإعلام، إنما هو هذا الجزء أو هذا الفن أو هذا الإبداع هو ده النهارده اللي وصلنا إلى اللي إحنا فيه من علم في البلاد العربية وصل إلى العالمية. يشرفني إن أنا النهارده أكون موجود في وسطيكم، وفي نفس الوقت بما إن علم الإعلام هو علم الإيجاز، هو علم الإقناع في 30 ثانية، أنا مش هطول عليكم وأقدم زميلي أدهم عشان يجيب.